مرحبا فلاح. مرحبا شاطر. اسمع، لقد أنهيت للطوء أعمالي، ماذا لو نلعب الكرة؟ لا أقدر، علي جز هذه الأعشاب وهي تصيبني بجنون مسنفر. هاي مازح، هل تنضم إلي للسباحة؟ السباحة؟ علي أن أقطع كل هذا الحطب. وهذه ليست مزحة. سنفور أكول، ما رأيك لو؟ آسف يا شاطر، أنا مشغول. ماذا تسنفر يا شاطر؟ لا شيء. لو كان هناك طريقة تمكننا من إنجاز أعمالنا بسرعة. وجدتها، سأخترع طريقة. رائع. لما كل هذه الحماسة يا سنفورة؟ أوه، شاطر يحضر لنا مفاجأة. أنا أكره المفاجآت. انتباه يا سنافر، ترون أمامكم اختراعا جديدا لإنجاز كل الأعمال التي عندكم. إنه السنفور الآلي. اكبسوا على زر السنفور الآلي لتحديد أي نوع من الأعمال لديكم وسينجزها بسرعة. هذا رائع، هذا مميز فعلاً. هذه الآلة أقوى من 100 سنفور معاً. شاطر، هل يمكنني استخدامه الآن؟ لا، أنا سأحصل عليه الآن. مهلاً، أريد أن يشرفني بابا سنفور بأن يكون أول من يستخدمه. شكراً لك يا شاطر، في الواقع ظهري يؤلمني قليلاً، أظن أنني بحاجة إلى تدليك. إلى اليمين قليلاً، إلى اليسار قليلاً، هنا تماماً. أشعر كأنني سنفور جديد. التالي. رشة أقل من السكر في المجموعة التالية يا سنفور آلي، علي أن أنتبه إلى وزني كما تعرف. أوه سنفور آلي، يمكنك القيام بالكثير من الأعمال. أنا أكره القيام بالأعمال التي يمكن للسنفور الآلي أن ينجزها. أتساءل ما الذي يجعل هذه الآلة تعمل؟ سألقي نظرة خاطفة. سنفور آلي، أين أنت؟ سنفور آلي، أوه، ها قد وجدتك. هاي، توقف. ما هذا؟ ما سبب كل هذه الضجة؟ لا أفهم شيئاً، أين أخطأت؟ لا أعرف، لكن عليك إصلاح الأمور مجدداً قبل أن يدمر القرية بأكملها. أخشى أن علينا استعمال القوة لإيقافه. مسكين سنفور آلي، عندما أعطي الأمر سنهجم عليه. سنفروه. انتبهوا. آسف يا سنفور آلي، لكن هذا سيؤلمني أكثر مما يؤلمك. كان أبرع اختراعاتي فاشلاً. ترى أين أخطأت؟ هذا ليس خطأك يا شاطر، لقد سنفرت ما في وسعك.
أليس رائعاً يا سيدتي؟ لا يمكنني الانتظار أكثر. غداً هو عيد ميلاد الأمير جيرارد 12، اليوم الذي يصبح فيه رسمياً ملكنا الجديد. لا يمكنك معرفة مدى حماستي يا سيدة ساوربيري. مؤسف أن هذا الشاب المسكين مريض كثيراً منذ فترة. أجل، لكنه سيكون بصحة جيدة لحضور تتويجه، صحيح؟ سيدة ساوربيري، لا يمكننا إلا الصلاة. أوه يا للأسف، لكن الحساء الساخن هو كل ما يحتاج إليه. أوه، ما زال مريضاً لاستقبال أي زائر، لكن سأحرص على أن يأكله كله. شكراً لك سيدتي. يا للطفل الصغير، إنه مريض منذ فترة طويلة. كل شيء يجري كما خططنا. غداً في مثل هذا الوقت سأكون أنا إمبيريا الملكة. أولريك، هل طلبتني يا سيدتي؟ خذ إليك طعاماً لكلبك، والآن خذ قدر الحساء المقرف هذا إلى الأمير الصغير الغالي كالعادة. نعم سيدتي. وفي منتصف الليل حين ينام الجميع، سنأخذ هذا الشقي إلى الزنزانة السرية تحت الخندق المائي، وغداً سنعلن أن مرضه الذي دام 3 سنوات انتهى بطريقة مأساوية. عندها كما ينص القانون سوف أتوج أنا الملكة. مساء الخير أيها الحثالة الملكية. أحضرت لك أنباء سارة. عند منتصف الليل سننقلك إلى غرفة تليق أكثر بملك شاب. حقا؟ أجل، إلى مكان من دون نوافذ يدخل منها الهواء. في الواقع إلى غرفة من دون نوافذ أبدا. هيا تابع ضحكك يا أورليك، سأنتقم يوما ما. أوه، سيكون عندك الكثير من الأيام، ستقضيها كلها في الزنزانة. استمتع بحفل تتويجك. ماذا يمكنني أن أفعل؟ ماذا فعل الآن؟ وضعوا أفعى في حسائي؟ عجباً، إنها لعبة صغيرة ذكية. لا أعرف كيف دخلت إلى هنا، لكنك عالق معي الآن، أنا والجرذان. ما الذي تحاول قوله لي؟ أنت لست ذكياً فحسب، بل عبقري. علينا إيجاد شخص ما يمكننا الوثوق به وأخباره الحقيقة عن السيدة إمبيريا. عزيزتي السيدة ساوربيري، كم أنا سعيد لرؤيتك بعد كل هذه السنوات. ومن تكون يا ولد؟ وكيف دخلت إلى هذا القصر؟ هذا أنا، الأمير جيرارد، أتذكرينني؟ طبعاً، وأعتقد أن هذه الثياب البالية التي ترتديها هي أحدث صيحات الموضة. لكن دعيني أشرح لك الأمر. خذ هذا البسكويت وارحل أيها الشاب الصغير، هيا. ولكن يمكنني. الأفضل لك أن تسرع إلى منزلك قبل أن يراك الحراس، ولا تتسلل إلى هنا مجدداً. ولكن لا فائدة من الأمر. من العالم كله سيصدق أن فقيراً مثلي قد يكون أميراً؟ لو يمكنني إيجاد بعض الأصدقاء. إنه منتصف الليل، حان الوقت لمرافقة الأمير جيرارد إلى غرفته الملكية. حسناً أيها الأحمق الصغير، حان وقت. ماذا؟ لقد راح. سيدة ساوربيري، وقعت مصيبة رهيبة علينا. اختفى الأمير المريض المسكين. اختفى؟ أجل، لقد هرب عني. أنه تاه في مكان ما. أوه، لابد أن الحمى أثرت في عقله. أوه، لا. ألم تري صدفة أي أثر لهذا الشقي؟ عن ابن أخي العزيز. أوه، لا سيدتي، الشخص الوحيد الذي رأيته طوال الليل كان فلاحاً فقيراً يتنتم كلاماً فارغاً عن كونه الأمير.
يعقل؟ هذا يعني أنه كان هو. أعني المسكين مريض لدرجة أنه أحياناً يعتقد أنه فلاح ويلبس مثله. أخبرينا من أين ذهب؟ رأيته يتجه نحو الغابة مع لعبة صغيرة غريبة. قلت لعبة؟ قلت لك ألا تعطيه لعباً أبداً. حسناً، الأفضل لنا إيجاد ابن أخي العزيز والحرص على الاهتمام به جيداً. عندما نقبض على هذا الشقي سوف نحبسه في زنزانة، وبعدها سوف نرمي لعبه الصغيرة في النار. إنه الأمير، اجتمع فانغ رائحته. ممتاز، هذا الصغير جيرارد الشقي سيحبس مجدداً. ها! إنهم يلاحقوننا، لن نسبقهم أبداً. ربما علينا مواجهتهم كرجال، لو فقط كنا رجالاً. تريد أن نقطع هذا النهر؟ لابد من أنك أحمق. تمسك جيداً يا صديقي، وحاول إبقاء أنفك فوق الماء. ربما أضع فانغ أثر رائحته. إذن عليه أن يجده مجدداً. إنه عبر النهر. أنا لا أفهم الأمر، ولكن أين أخطأت؟ مسكين سنفور الآلي المحطم والمستلقي خارجاً، بحق السنافر سأعيده كما كان سابقاً. ها؟ بابا سنفور، هناك بشري في القرية. بشري. أوه لا، رجاء لا تخافوا، لا أريد أن أؤذيكم. من تكون وما الذي تريده؟ قد لا أبدو كذلك، لكنني أمير، الأمير جيرارد. غدا سيجري تتويجي ملكا، لكن عمتي الشريرة السيدة إمبيريا تريد أن تصبح هي الملكة بفضل سنفوركم الآلي. هربت من سجن البرج حيث حبستني، ولكن إن لم نوقف السيدة إمبيريا ومساعدها الأمين قبل فوات الأوان، فمصيري ومصير مملكتي سيكونان الهلاك. جلالة الملك، شرف لي ولسنافري أن نساعدك بأي طريقة ممكنة. اهدأوا يا سنافر، اهدأوا. أولاً، ما رأيك في حمام ساخن وبعض الثياب النظيفة أيها الأمير؟ شكراً لك، وشيء لآكله. تفكير صائب يا أمير، قد تفيدني أيضاً وجبة ليلية، اتبعني. أردت أن أقول لك إن ما فعلته للأمير أمر مسنفر حقاً. حتى الوالد الحقيقي لن يكون أكثر فخراً مني. لا تقلقي سيدتي، سنبقي المشاعر المضاءة حتى يجد الصغير الضائع طريق العودة. صحيح يا رجال؟ هذا رائع، بالقضاء على هذه الشجيرات سنرى من يسلك هذه الطريق. الآن سأعود إلى القصر للتحضير لتتويجي. عندما تقبضون على الشقي الصغير تعرفون ماذا تفعلون به. نعرف ذلك سيدتي، نعرف ذلك بالتأكيد. يا لها من ليلة، كانت رائعة حقا. يا سنافر، أعتقد أن وصفة الثمر اللماع ستنقذ الأمير ومملكته. نقدم إليكم جلالة الملك، الملك جيرارد. ليحيا الملك الجديد، ليحيا الملك الجديد.
بفضلكم جميعاً، لا أشعر فقط الآن بأنني ملك، إنما أبدو كواحد منكم. إذن حان وقت عودتك إلى مملكتك لتطالب بتاجك. وصفتي ستجعلك تمر بأمان من أمام أعدائك. ونحن أيضاً سوف نرافقك. أجل! سنفور آلي، وظيفتك أنت هي الأهم والأخطر بين الكل. عليك أن تركض وتسبقنا كحيلة لتضليل إمبيريا ورجالها في الاتجاه الخاطئ. والآن تأثير هذه الجرعة يدوم فقط ساعتين، لذا لنبدأ السنفرة. هذه لعبة الأمير جيرالد، لنلحق بها. عد إلى هنا أيها المغفل، اللعبة ذهبت في هذا الاتجاه. سيدي انظر، أثار قدمي صبي. علينا القبض عليهم قبل أن يصلوا إلى المملكة لننطط الجياد. نريد الأمير، نريد الأمير، نريد الأمير، نريد الأمير. يا شعبي الكريم، بقلب حزين يؤسفني أن أعلمكم أنه في الليلة الماضية مات ابن أخي الصغير الأمير جيرارد بين ذراعي. الأمير الصغير. لكن قبل أن يموت هذا الصغير، همس لي بكلماته الأخيرة أمنيته أن أصبح أنا إمبيريا الملكة مكانه حاكمة المملكة الجديدة. لا لا أسرعوا أسرعوا، كادوا يصلون إلينا. أنا أكره أن يصلوا إلينا. انظروا إلى الأمير. بابا سنفور، ماذا حصل؟ لم تمضي ساعتان بعد. خشيت أن يحصل ذلك. لم أحسب يوما كمية الجرعة الدقيقة بالنسبة إلى بشري. أهو عبطنا عليك أيها الشقي المتسلل، ابق مكانك. لا، اركض بسرعة، نحن سنهتم بهم. اقبضا عليه أيها الحارسان. فصاعداً أنا سوف أكون ملكتكم إمبيريا. الأمير جيرارد؟ يا شعبي الحبيب، أنا حي أرزق كما ترونني. الأميرة إمبيريا حبستني طوال هذه السنين لخداعكم وجعلكم تتوجونها ملكة. دعوني أشرح الأمر، مصلحتكم أهم شيء عندي، صدقوا ما أقوله. مهلاً، توقفوا، أنتم ترتكبون خطأ فادحاً. هيا، ما الذي يحصل؟ شكراً لكم يا سنافر، هذا اليوم السعيد ما كان ليحصل لولاكم أنتم. بالنيابة عن كل مملكتي، أمنحكم هذه الميدالية لشجاعتكم وبسالتكم. عاش السنافر! عاش السنافر! عاش السنافر! سآكل نخب ذلك. يشرفون ذلك كثيراً، لكن لأكون عادلاً، تعود هذه الميدالية إلى السنفور الآلي.
لأن هذا السنفور الآلي ذا القلب الكبير هو البطل الحقيقي. والآن بينما تبدأ عملك بالاعتناء بمملكتك، علينا نحن السنافر أن نعود إلى مملكتنا. إلى اللقاء أيها السنافر الصغار، لن أنسى لطفكم أبداً. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا سنفور الآلي، لا تنسى تزييت عدتك. واو، كدت أطيل النوم. واليوم هو اليوم المهم، يوم النزهة السنوية السنفورية. أوه، يا للسنفرة، إنها تمطر. أنا أكره المطر، كل مرة أغسل فيها المقطورة تمطر. آه، لقد تبلل غسيلي بالكامل. لا تقلقي سنفورة، سأساعدك. شكرا جزيلا على المساعدة غبي. أرأيتم هذا؟ أليس الأمر الأكثر سنفرة؟ أو تمطر السماء ظلالاً الآن. الأمر يتكرر، كل السنافر يتأفأفون من الطقس، لا نستطيع شيئاً لنبدله. مهلا لحظة، ماذا يا ترى عن آلتي لسنفرات الطقس؟ ياهو، ستكون أهم اختراعاتي على الإطلاق، وأخيراً سيتحكم السنافر في الطقس. إلى أين أنت ذاهب يا شاطر؟ إلى المطحنة القديمة لأوقف المطر. أكيد يا شاطر، هذا أكيد. هكذا، صارت جاهزة. أوه، مرحبا بابا سنفور. أوه، هل تخترع آلة جديدة يا شاطر؟ لما ستستعملها؟ أوه، سأريكم، الطقس الآن ماطر، لا يصلح لنقوم بنزهة، لذا سوف أطلب شمسا مشرقة. ما رأيكم؟ طقس ممتاز للنزهة. لا أصدق. جميل يا شاطر، في الواقع آلتك مذهلة مسنفرة جدا، لكن أتساءل إن كان من الحكمة العبث هكذا بالطبيعة. لا تقلق بابا سنفور، من الآن فصاعدا تغيير الطقس سيكون كالنسيم. حسنا يا شاطر، ثبت آلتك على طقس جيد لنذهب كلنا في نزهة. لك هذا. وداعا، إلى اللقاء يا أصدقاء، للفراق سنفرة جميلة. ألن تأتي معنا إلى النزهة؟ لا لا، فأنا سوف أبقى هنا لكي أؤلف قصيدة للشمس الجميلة. كما تشاء. لا 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 لا. أنا متعب، لو أجد طريقة أسهل لريها. مهلا لحظة. بعد التفكير أعرف طريقة أسهل. لا 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 لا. هذا موقع مناسب للنزهة. إنه جميل جدا. أولا سوف نسبح، ثم نرتاح، ثم نأكل، ثم نرتاح. مفكر، لن تحتاج إلى مظلة. شاطر، أقول دائماً إن الحماية أفضل من قنطار علاج، كما أن الطقس قد يتبدل و... ليس بوجود آلة سنفرة الطقس، أضمن لك هذا. حسناً، سأهتم سريعاً بالخس العطشان. علي أولاً أن أسنفر هذا المقبض. قصيدة للشمس. أيتها الشمس العظيمة الدافئة والمشعة. هذه الآلة مهمة جدا للزراعة. هذا المطر يفسد شعري، يبدو أن آلة سنفرة الطقس لا تعمل. سأبدل المقبض إلى الشمس القوية. أرأيت بابا سنفور، كانت غيمة عابرة، يمكننا الاتكال على آلتي. أكره الاتكال. يا للسنفرة، ها قد توقف المطر فجأة،
سوف أذهب الآن وأضبط الآلة على المطار. سأبدأ مجدداً. أيتها الشمس العظيمة الدافئة المشعة. ماذا؟ علي مجدداً أن أضبط الآلة على الحرارة. هكذا إذن أيتها النباتات، تابع النمو. من رفع الحرارة؟ والآن سوف أؤلف قصيدتي هنا بالذات حتى لا يقاطعني أحد. أيتها الشمس العظيمة الدافئة والمشعة. يا للسنفرة. شاعر، أخبرني الآن، هل كنت تعبث بالآلة؟ طبعاً، إن نور الشمس له تأثير الوحي في أشعاري، وأنا أحتاج إلى تأثير الري في مزروعاتي. ولكن لا، كنت هنا قبلك. أو أبعد يديك الشعيريتين عن الآلة. يا لحظي، علقت مظلتي. توقف المطر. أو لا، لقد علقت مجدداً. ربما هناك تفصيل أو اثنان في آلة سنفرة الطقس خاصتك قد غفلت عنهما. أريد المطر. وأنا أريد الشمس. أقول مطر. شمس. مطر. شمس. مطر. مطر. لا شمس. فجأة اشتد الحر كثيراً. إنه الطقس المناسب للغطس في البحيرة. هيا، الذي يصل أخيراً يكون مبلولاً. ماذا؟ البحيرة متجمدة. وذيلي أيضاً. حسناً، انظروا إلى الجانب المشرق، بإمكاننا التزحلق. شمس. مطر. شمس. مطر. بدأت الأمور تخرج عن السيطرة. شاطر، أخشى أن آلة سنفرة الطقس خاصتك معطلة. لا تقلق بابا سنفور، سأعود إلى القرية وأصلحها. سنعود كلنا، المكان غير آمن للسنافر والحيوانات. لا، مطر. شمس. مطر. شمس. مطر. شمس. ثلج. خرجت الآلة عن السيطرة، يجب أن نطفئها. المقبض عالق. يجب أن نفعل شيئاً قبل أن يسوء الوضع. من الأفضل أن نخبر بابا سنفور. لم أرى يوماً أن نهرم لأن هكذا. انظر، ها هو الشاطر والآخرون. شكراً للسنفرة. شاطر، تعال بسرعة، إنها آلتك. ما الأمر؟ في الواقع كنا نتشاجر قليلاً بابا سنفور. اسمع، حركنا المقابض بعض الشيء. نعم صحيح، قليلاً فقط. ولقد انكسر قليلاً جداً جداً. عرفت هذا، لا تقفا عندكما، تعالي نصلحها. انتبهوا من الجسر. انزلوا عن الجسر. سنفروا بحياتكم. ساعدوني. اصمد يا شاطر، نحن نمسك بك. هل كل معا يا سنافر؟ شدوا شدوا. يا سنافر، علينا أن نجد مكانا آخر لعبور النهر. ستكون رحلة طويلة وصعبة، لذا ابقوا معا، الطقس يتبدل باستمرار. لهذا أنا أحضرت معي المظلة. أقول دوما إنه لا يمكننا أن نبقى حذرين طوال الوقت، الحماية أفضل من قنطار علاج. ها؟ انتظروني. لا، المطر يفسد لي شعري. مهلا، من أطفأ الأنوار؟ فليهدأ الجميع، إنه مجرد ضباب. يا ويلي، كم هو كثيف. نعم، كثيف كحساء البازلاء. أحب حساء البازلاء. اسمعوا، ما هذا الصوت الغريب؟ لا أعرف. مفاجأة، إنه الوحل. أنا أكره الوحل. تصحيح، إنه وحل متجمد. أنا أكره أكثر الوحل المتجمد. انظر إلى الأمر على هذا النحو يا بابا سنفور، لا يمكن لآلتي أن تجعل الأمور أسوأ. هاي هاي، ماذا كنت تقول يا شاطر؟ أريد العودة إلى المنزل. لن نعود أبداً.
شاطر، هذا كله بسببك وبسبب آلتك للطقس. أنا؟ ماذا عن شاعر وفلاح؟ أنا بريء. لا، الحقيقة أن فلاح سنفرها. حقا؟ حقا. كفى يا صغاري. لدينا الآن ما يكفينا من المشاكل. أحسن التصرف يا سنافر ولنتقدم. أشعر بالحرارة، والآن أنا أشعر بالبرد. أنا الآن خائف جدا. آلتي المسكينة، الوضع أسوأ مما توقعت. علينا أن نصل إليها قبل أن يتبدل الطقس ثانية. النجدة! اصمدوا يا سنافر، نكاد نصل. بقوة يا شاطر، أطفئها. لا فائدة بابا سنفور، المقابض عالقة. عرفت أنه قضي علينا. أستطيع استعمال هذه؟ مهلا، إنها مظلتي، ماذا تفعل بها؟ فكرة مسنفرة يا شاطر، تراجعوا كلكم إلى الخلف. أيتها الآلة المسنفرة للطقس، أعرف كم كان صعباً عليك أن تدمر اختراعك العظيم يا شاطر، لكن من الآن وصاعداً يجب ألا نعبط بالطبيعة قبل التفكير ملياً في العواقب. حاضر بابا سنفور. عادت الأيام السعيدة. نعم، هذه الشمس جميلة جداً. حقاً؟ والآن كيف سأكمل قصيدة المطر الجديدة؟ هل هذا أفضل؟ حسناً، على الأقل هذا لا يضر. أكان يومكم شاقاً في الحق يا سنافر؟ لقد حذرت يا شاطر. هذا مسنفر، أشعر بالتعب. لا تعرف السنفرة هذا الأمر. أكره الأيام الشاقة. مهلاً، ماذا جرى لكسول؟ كان من المفترض أن يساعدني وغضبان على حصد ذرة السنفور مزارع. هل نديتني قوي؟ أنا أكره كسلان. استغرقني ملء عربة واحدة بتوت السنافر ساعة كاملة. يجب أن يكون هناك طريقة أفضل. بل طريقة أسرع. طريقة أسهل. أجل، ليتنا نعرف ما هي. طريقة أفضل، طريقة أسرع، طريقة أسهل. يا أصدقاء السنافر، لقد بنيت آلة جديدة لتساعدنا في الحقول. أطلقت عليها اسم آلة القطف السنفورية. كيف تعمل يا شاطر؟ سوف أريك بابا سنفور. كان للسنفور مالك مزرعة وفي مزرعته كان... توقف. أرأيت بابا سنفور؟ إنها تقطف كل شيء، الذرة وتوت السنافر. أعترف بأنها آلة سنفورية يا شاطر. ستنقل كل شيء مباشرة إلى المنزل ليطبخ. شاطر، أظن أن آلتك هذه ستكتسب شهرة كبيرة. هيا سنفري بسرعة، سنفري بسرعة يا سنفورة، ستصل الآلة قريبا مع حمولة أخرى. أنا أسرع، أنا أسرع. تحرك يا قوي، هيا تحرك. أنا أسنفر بأسرع ما يمكنني أقول. أكره أن أسنفر بأسرع ما يمكنني. لا، وصلت. مرحبا جميعا، هل كل شيء مسنفر مع آلة القطف؟ مسنفر جدا يا شاطر. أكره الآلات. شاطر، بحق السنافر نحاول أن ننام. أنا آسف بابا سنفور، سأحاول ألا أصدر صوتا. فلتفعل أرجوك. أنا آسف بابا سنفور. شكرا يا منسجم. يا أصدقاء السنافر، سأكشف أمامكم الآن اختراع الأحدث والأروع. إنه غاية
في السنفرة. إنه سنفوري جدا. أعجبني على السنفرة. إنه يسنفر دهشة. إنه ماذا؟ إنها آلة مصنفرة لصنع الطعام. بالطبع إنها آلة مصنفرة لصنع الطعام. ماذا ظننتم إذن؟ عرفت ذلك على الفور. قلت في نفسي مفكر إنها آلة. ماذا أفعل إن كنت فهيما؟ انظروا جيدا يا سنافر. شاطر، في حياتي كلها لم أسنفر شيئاً كهذا من قبل. شكراً بابا سنفور، لن نضطر بعد اليوم إلى تحضير الطعام. أوه، هذه ليست جيدة أبداً أبداً. مغرور، ما خطب هذه الحلوى؟ إذا لم تتذوقها أخشى أن ألوان قطع الحلوى تتعارض وألوان يا سنفورية المفضلة. أنا أنتظر شيئاً زهري اللون. أكول، ما خطب طعامك؟ لا أقرر ما سآكله. لكن يجب ألا ترميه. لماذا؟ هناك الكثير من الطعام. لكن هذا ليس... النجدة، فليساعدني سنفور. النجدة! 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 أيها السنافر، أفعل شيئاً. سوف أنقذك. إنها آلة ممتعة. ماذا يسنفر هنا؟ النجدة! يا للهول، هل جميع السنافر بخير؟ بالطبع السنافر كلهم بخير بفضل أنا. أنا أحافظ على هدوئي فيما يفقد الجميع أعصابهم. هذا ما يقدره بابا سنفور فيا. يقول دوما إنني ولدت لأكون قائدا. انظروا إلى كل هذا الطعام المرمي. لا تسنفر شيئا بهذا الخصوص شاطر، لدينا الكثير من الطعام. هذا ممتع. أجل، كان ذلك فعلا. لن أنسى أبدا تلك النظرة على وجه مفكر. ما هذا؟ يبدو أن السنافر يعتادون عادات سيئة. لا مزيد من الذرة أيها السنفور مزارع. تم حصدها كلها يا شاطر، ولن تنمو مزروعات أخرى إلا بعد مرور بضعة أشهر. تلك الآلة التي اخترعتها بارعة في القطف. بضعة أشهر؟ من الأفضل أن أتفقد حقل التوت. يا للسنفرة، لم يبقى كذلك حبة توت. أكول، كم من الطعام خزنت؟ ها؟ ولكن ألم تخزن شيئاً؟ لا، أتوقع وصول حمولة أخرى في أي لحظة. خزن ما أمكنك، يكاد الطعام ينفد. أوه لا لا لا، زهري فاقع. يا للهول، هذه ليست جيدة أيضا. مغرور، أهذا كل ما تبقى عندك من طعام؟ في الوقت الراهن، لكنني طلبت المزيد منذ قليل. خزن ما أمكنك من طعام، يكاد ينفد من عندنا. هذا مضحك، لكنت ضحكت لو أن التجاعيد لا تظهر. ياهاي، مستعدون؟ سأمسك بها. ماذا تفعلون يا سنافر؟ إنها لعبة جديدة سنفرتها شاطر. كرة الطعام، تريد أن تلعب؟ كرة الطعام؟ هل سنفرتم عقلكم؟ لا يمكننا رمي الطعام. سنفر من هنا شاطر، نحن نريد أن نلعب. لكن يجب أن تتوقفوا، لقد نفد الطعام. هناك الكثير من الطعام. لا تقلق حيال هذا شاطر. أنا أكره الطعام. أجل، هذا سيسنفر جيدا. بابا سنفور، أجل، ما الأمر يا شاطر؟
يجب أن تكلم الآخرين بابا سنفور، إنهم لا يستمعون إلي. نفد الطعام. لكن ماذا عن الطعام الذي تعده تلك الآلة المسنفرة؟ تم رميه، لم يتبقى توت سنافر. المخزن فارغ، وقال لي سنفور مزارع إن المزروعات لن تنمو قبل أشهر. أنا واثق من أنك تسنفر هباء شاطر. والآن دعني أعود إلى العمل. لكن بابا سنفور أنا... ليس الآن، تحدث إلي لاحقا. تماما على الموعد. مهلا، أين طعامي؟ مهلا، أين بيضي؟ ألا تصنع الطعام قادمة؟ ألا تصنع الطعام راحلة؟ مهلا، توت السنافر. مهلا، إلى أين أنت ذاهب؟ سنفر إلى هنا. نسيت أن تسنفر لي بعض الطعام، أنا جائع. ما المصنفر؟ لم أحصل اليوم على الطعام. أنا أيضاً. ماذا حصل؟ أين الشاطر؟ تعال معي يا غبي، أعرف ما العمل. مفكر قد يكون شاطر على حق، لربما لم يتبقى أي طعام. لا، إنه يختلق الأعذار فقط لأن الآلة المصنفرة لصنع الطعام للسنافر لا تسنفر جيداً. ما يحتاج إليه هو ميكانيكي بارع مثلي ليصلحها. والآن لنرى، لا يبدو هذا جيداً. ربما عليك أن تنتظر قدوم شاطر يا مفكر. لا تكن سخيفاً غبي، أعرف تماماً ما أفعله. أظن أنه من الأفضل أن نسنفر من هنا. غبي، أنت تفاجئني. ألا تريد سماع رأيي بشأن ما علينا فعله؟ حسناً، طبعاً مفكر، ماذا في رأيك علينا أن نفعل؟ أظن أنه علينا أن نسنفر من هنا. مفكر، أنت إذن من كسر لي الآلة المصنفرة لصنع الطعام. لا، كنت أحاول أن أصلحها. حبة توت سنافر واحدة. هذا كل ما تبقى من طعام؟ كيف يعقل أن يأكل 100 صنفور هذه الحبة؟ يمكننا أن نتقاسمها. حسناً، ربما على أحد السنافر أن يأخذها ويخزنها. أنا سوف أفعل هذا. لا، سوف تسنفر آلتي. اركضوا يا سنافر، اركضوا. عملي كله ضاع. ربما يمكنني المساعدة. بابا سنفور، لكن ما الذي بإمكانك فعله؟ تعالوا معي يا سنافر الصغار. بابا سنفور، لما لم تقل لي إنك تخزن كل هذا الطعام؟ قد يكفينا لأسابيع. أردت أن يتعلم الآخرون درساً يا شاطر، وآمل أن تكونوا قد تعلمتم درساً. أجل بابا سنفور. وفي المرة المقبلة التي سيبني فيها شاطر آلة، أعرف أنكم ستستعملونها بحكمة. أجل بابا سنفور. حسناً، إذن يا سنافر الصغار، فلنأكل. حسناً يا سنافر، احرصوا على قطف الفاكهة الناضجة. هناك طريقة واحدة لفعل ذلك قوي، هذه لا بأس بها، تحتاج إلى أسابيع أخرى. أقول فلتقطف الكثير وتتذوق القليل. انظر لغبي وغضبان، فكرة جيدة. أنا أكره الصعود والنزول أيضاً. إن استمررنا هكذا لن نخرج من هنا أبداً. هذا ما سيحصل، أليس كذلك هلهول؟ الآن نحن نسنفر، هذه الشجيرة الأخيرة. فلنقطف هاتين الاثنتين لنرى إن كانت ناضجة. شرشبيل، سنفر بحياتكم. أنا أكره شرشبيل. هلول، أمسك بهم. أيها الهر النتن البائس. سوف يفاجأ شرشبيل جداً. سأحولك إلى كائن
ركن من الثرو لا فائدة منه. استمروا في الركن، ما زال خلفنا. أسرع هالهول، أسرع أسرع. أظن أنهما بدأ يشعران بالتعب. بدأ يشعران بالتعب؟ لقد تعبت. لو كنت أصغر بعشر سنوات لتمكنت من الإمساك بتلك الكائنات الزرقاء. سنافر، ما الذي حصل؟ طردنا شرشبيل وهلهول، لكننا هربنا بابا سنفور. هذا لحسن حظهما، كنت سأسحقهما. لكننا خسرنا كل ثمر السنافر. هذا درس لكم، قلة الانتباه تسبب الحوادث، يحصل الفائز على ثمر السنافر. كنت أحاول رفع معنوياتكم فقط. يوجد معي شيء سيسعدكم جميعا. ثمر السنافر. أوه، ولكن بابا سنفور، هذه مؤونتك الخاصة. سيكون مسلياً أن نتقاسمها، كما أنني لن أحتاج إليها. شكراً. استمتعوا به، لدي أعمال أقوم بها. بابا سنفور لطيف جداً. أجل، ويفعل الكثير لأجلنا. أتمنى لو نسنفر له شيئاً جميلاً. أجل، أتساءل ماذا يحب؟ أنا أعرف، رأيت لائحة بأغراضه المفضلة. حقاً؟ أين؟ في أحد كتب بابا سنفور، تعالوا سأريكم. أكره اللوائح، لكنني أحب بابا سنفور. هذا هو، أو لا، انتظروا، إنه هذا، لا، ربما هذا. عرفت أن هذه مضيعة للوقت. أجل، مضيعة للوقت. أنا متأكد تماما من أنه هو. أشيائي المفضلة، انظروا هنا، هذا خط بابا سنفور. عمل رائع يا غبي، وجدت اللائحة. ولكن كنت أنا على وشك أن أجدها. حسناً، لنرى. أغاني بسيطة وأيضاً شعر. صور جميلة، زهور عطرة، وسلطة خضار طازجة ولذيذة مع فطر من الكهف. أنا سأقطف بعض الأزهار. وأنا سأحضر السلطة. سنساعدك أقول. وأنا سأكون المشرف، لأن بابا سنفور يقول دائماً الكتيبة من دون قائد مثل سفينة من دون دفة قيادة، والقادة هم. مهلاً، انتظروني. لدينا كل شيء ما عدا فطر الكهف، وقد سنفرنا كل الكهوف. لابد من وجود كهف آخر في المكان. لا لا، بابا سنفور يقول دائماً يدخل الأغبياء حيث يخاف أن يمشي السنافر، ويمكنك أن تخدع السنافر أحياناً لكن ليس دائماً. ها؟ النجدة! لا يوجد كهف في المكان، صحيح مفكر؟ حسناً، أنا أظن أن بابا سنفور كان. انظروا، الفطر كثير هنا. انظروا هنا، أوه، يا لها من بركة ماء وأزهار جميلة. هل رأيتم هذا؟ شرب من الماء وعاد شاباً من جديد. أوه، يا لها من هدية رائعة لبابا سنفور، هدية الشباب. أظن أن هذا يكفي. هاي! هذه بركتي وأنتم متطفلون. إنه وحش. أنزلني أرجوك. تريد أن تنزل، ما رأيك في هذا؟ أنت عجوز شرير ولئيم، أردنا أن نشرب الماء فقط. لا أحد يأخذ الماء من بركتي قبل أن يترك هدية لطيفة. حسناً، لقد فهمنا جيداً، لذا سنكمل طريقنا. هذه هدية جيدة. لا، إنه يعود لبابا سنفور. لا، إنه ملكي الآن. أعده أيها الكبير.
والآن خذوا الماء. أجل، الماء. لكن لا تأخذوا الكثير. هيا أسرع يا قوي. قوي، انتظر. ماذا تريد بعد؟ ها؟ أريد أن أقدم لك مفاجأة. سأمسك بكم يا سنافر على فعلتكم هذه. بهدوء، لا نريد أن نوقظ بابا سنفور. هذا صحيح. أخبر الآخرين. ما الذي تحاول فعله؟ أن توقظ بابا سنفور؟ والآن فلنعدها إلى الكيس. هيا دعني أساعدك يا صغيري قوي. شكرا بابا سنفور. بابا سنفور، أليس الوقت متأخرا على العمل يا أعزائي؟ سنأخذ هذين بابا سنفور. لا 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 لا، على كل سنفور أن يحمل ما يستطيع. بالمناسبة، ماذا يوجد في هذين الكيسين؟ ياهو، إنها مفاجأة. هو يقصد أنها مؤونة بابا سنفور. أشعر بالعطش. تفضل بابا سنفور. لا تشرب من هذه المياه القديمة بابا سنفور، سأحضر لك ماء عذبا. لا 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 لا، هذه جيدة. حسنا، سأخلد إلى النوم مجددا. لم أعد شابا كما كنت. ستعود شابا قريبا. عجبا، لم يجد الماء نفعا. ذلك الوحش خدعنا، وقد احتفظ أيضا بكتاب بابا سنفور. بابا سنفور سيغضب كثيرا إذا عرف بالأمر. إذا لنعطيه كل الهدايا، عندها لن يغضب. لست متأكدا من هذا الخصوص. هل الجميع جاهز؟ أجل جاهزون. ها هو قادم. واحد، اثنان، ثلاثة. مفاجأة يا بابا سنفور. بابا سنفور. مرحبا يا سنافر. بابا سنفور، هذا أنا، لنلعب كرة المسنفرة. أحسنت الالتقاط، أرميها لي. نجح تأثير الماء، لكنه شرب الكثير. يا ويلي، ماذا فعلنا؟ نحن في ورطة كبيرة من دون بابا سنفور ينصحنا. أمسكت بها. واو، يا لها من طريقة رائعة للعب الكرة. عجبا، هذا مسلٍ. اللاعب اللاعب اللاعب، هذا كل ما يريد أن يفعله بابا سنفور. أنا متأكد أنني لو تكلمت مع بابا سنفور أيها السنافر، لما أنتم حزينون؟ لدينا مشكلة كبيرة يا بابا سنفور. وأنت هو المشكلة. لا، أنت المشكلة. لا، إنه صغير جدا، ما الذي سيحل بنا من دون قائد؟ أتفضلون أن ألعب لعبة إلحق القائد؟ حسنا، قفوا على رجل واحدة وافعلوا هذا. هيا يا سنافر، هذا مسلٍ. دعونا نسليه حتى نعرف ماذا يجب أن نفعل. والآن اقفزوا وأيديكم على خصوركم. والآن اقفزوا في الوحل. أنا أكره الوحل. هذا سخيف جدا. لو يمكننا سنفرته إلى طبيعته. قد أجد تركيبة في مختبر بابا سنفور. حسنا، أي شيء يستحق التجربة. ها قد وجدتها، تركيبة المحافظة على الشباب. انظروا في المجلد الرقم 29. انظر، لقد اختفى. إنه الكتاب الذي أخذه الوحش. إذن يجب أن نستعيده. هل يمكنني المشي أيضاً؟ هل يمكنني؟ هل يمكنني؟ آسف بابا سنفور، أنت صغير جداً. أوافقه الرأي، بابا سنفور صغير جداً ويحتاج إلى من يعتني به، وأنا مناسب لهذه الوظيفة. لا أدري ما هو أسوأ مفكر، أن نتركك هنا أو أن نأخذك معنا. أن تأخذوني معكم أسوأ بكثير. إذن يمكنني أن أبقى؟ أجل، لكن غبي سيراقبك وأنت تعتني ببابا سنفور.
الاعتناء ببابا سنفور لن يكون خطراً مثل مواجهة ذلك الوحش. عندما أكبر سأتعلم كيف أسنفر العجائب. هذا ليس عدلاً. ولكن ما الذي يحصل؟ من أقفل المختبر؟ يجب أن تبقى خارج المختبر بابا سنفور، لأن سنافر صغار يجب أن لا. حسناً حسناً، لنلعب لعبة الغميضة إذن. إنه دورك، أغلق عينيك وعد إلى الألف. قلت ألف؟ لماذا؟ ألا تعرف أن تعد إلى الألف؟ طبعاً أعرف. لا لا يمكنك. بلى يمكنني. لا يمكنك. بلى. لا يمكنك. سأثبت لك هذا أيها الصنفور المزعج. 1 2 3 4 5 6 7. والآن سأجد الصنافر الآخرين. 58 59 60. مفكر بابا صنفور ذهب إلى. من الأفضل لك أن تساعدني يا غبي. 61 62. لكن مفكر، ماذا لو تاه بابا صنفور؟ يجب أن يتوه وعلي أنا أن أبحث عنه. نحن نلعب لعبة الغميضة وقد جعلتني أنسى أين أصبحت في العد. عجبا، آسف. 1 2 3 4 5 6 7. ها هو. إنه نائم، هذه فرصتنا. إنه لا يخيفني. أوه عجباً، لابد من أنه هنا في مكان ما. هل هذا ما تبحثون عنه؟ الكتاب ملكي أنا، وقريباً سوف تكونون ملكي أيضاً. لا لن نكون كذلك. لا يمكنكم الهرب. أوه، إنه محق. أرجوك أيها الوحش، دعنا نذهب. لن يذهب أحد إلا إذا حصلت على هدية. لكننا لم نحضر شيئاً. أنا أفعل. لا، لا يمكنك أن تخدع وحشاً مرتين. وهل أخدعك؟ انظر. إنها هدية جميلة أيضاً يا عزيزي، ولكن إن كنت لا تريدها ف... أعطني تلك الهدية، أنا أحب المفاجآت. أوه لا يا ويلي. لا تنظروا إلي، سنحتاج إلى قوة عجيبة أخرى لنخدع ذلك الوحش مجدداً. بابا صنفور يجيد القوى الخارقة، ولا نعرف صاحب قوى خارقة آخر. لكننا نعرف مشعوذاً. ليس شرشبيل. من الجيد أن أكون في مكان بعيد عن الغابة وعن السنافر. آمل أن أصطاد سمكة كبيرة لتحضير طبق شهي. مرحباً أيها الهير. هل مر سنافر من هنا؟ ربما لن أشعر بالجوع كثيراً. هل قلت سنافر؟ أجل سنافر. هي، هل أنت وحش؟ وحش؟ لا لا لا، أنا شخص لطيف وودود. حقاً؟ آه، لكنك شخص قبيح جداً وتشبه الوحش. يا لك من هلهول، أمسك به. هي، أيريد الهر أن يلعب معي؟ لا يمكنك الإمساك به. لا تسمح له بالهرب. توقف. هي، أنت لست شخصا لطيفا. توقف أيها البائس، أمسكت بك. عد إلى هنا. لا تدعه يهرب، امنعه من الهرب. أتمنى ألا أرى صنفورا واحدا مجددا. شرشبيل. ألا المزيد من السنافر؟ اذهبوا من هنا، أصبحت عجوزا على مطاردتكم أيها السنافر. لكن شرشبيل، لقد وجدنا ما تحتاج إليه. وماذا يكون هذا؟
نعرف مكان بركة ماء ستعيد إليك شبابك. شبابي؟ أحقاً وجدتم ينبوع الشباب؟ أجل، وسندلك على مكانه إذا وعدتنا بأن تعيد إلينا الكتاب من الوحش هناك. لكن كيف أتأكد من أن هناك ينبوع حياة؟ أين دليلكم؟ دليل؟ حسناً. مرحباً، مضى وقت طويل لم أراكم فيه. هاي، إنه ذلك العجوز الشرير، لنقضي عليه. على مهلك بابا سنفور، نحتاج إليه. بابا سنفور؟ هذا بابا سنفور؟ أنتم إذن تقولون الحقيقة. هاي، أنت إلى ماذا تنظر؟ أنزلني على الفور. في المرة المقبلة سنفر على أحد بحجمك. حسناً، سأعيد لكم كتابكم القيم، أرشدوني فقط إلى ينبوع الحياة ذاك. الينبوع من هنا يا شرشبيل، والوحش أيضاً. حسناً، لن يتمكن من مواجهة شعوذتي، انتظروا هنا. ولكنه لم يسأل حتى أين هو الكتاب. لا يمكننا الوثوق به، أي سنفور يعرف هذا؟ أنت محق بابا سنفور، لكن ربما سيساعدنا رغماً عنه. هيا بنا. لا أثر لوجود الوحش، لا يكون هذا سهلاً. لا أحد يأخذ من مائي من دون أن يعطيني هدية. هدية؟ طبعاً طبعاً، لدي واحدة هنا في مكان ما. ها هي. كنت وحشاً شريراً، الآن لن تكون خطيراً. حصل خطأ ما، سوف أحولك إلى فراشة لطيفة. عجباً، يا له من مشعوذ غبي. لهذا السبب طلبنا مساعدته، هيا بنا لنحضر الكتاب. حسناً، لقد جنيت على نفسك. رائع، لقد لقنته درساً. أوه يا ويلي، لم نصل إلى الطول المناسب بعد. ربما إذا وقف بابا سنفور على كتفك. سنفورة، بابا سنفور. بابا سنفور، أنا هنا، وهذا كتابكم. أوه، لا تخف بابا سنفور، أمسكت بك. أوه، أحذروه. يكاد يمسك بنا. أركض هلول بسرعة. بسرعة بسرعة هلول، أركض. وهكذا يا بابا سنفور، أردنا فقط أن تكون أصغر بقليل. كانت مفاجأة. لكنك الآن صغير جدا، ولا يمكنك أن ترشدنا. أتعنين أنني سأصبح قائد السنافر عندما أكبر؟ الأول والأخير بابا سنفور. حسناً، إذن ماذا ننتظر؟ مضى وقت طويل على وجوده في الداخل، آمل أن يكون عارفاً بما يفعل. أوه يا ويلي، بابا سنفور، هل أنت بخير؟ بابا سنفور؟ مرحباً أيها السنافر الصغار. أوه بابا سنفور، من الجيد أنك عدت عجوزاً مجدداً. رائع يا بابا سنفور. حسناً، لست عجوزاً جداً. 999 ألف، إن كنت جاهزاً أم لا. أنا آت. مفكر، إن بابا سنفور هناك. أخبرتك ألا تعطيني تلميحات عن مكان اختبائه. من الأفضل أن تستسلم بابا سنفور، لا يمكن لأي سنفور أن يخدع مفكر. أيها السنافر، أين ذهبوا؟ لقد اختفوا.
لا أستطيع الاحتمال. طفح الكيل هالهول. عندما أمسك بهم في المرة القادمة لن أسمح لهم بالهرب. سأدمرهم واحداً تلو الآخر في اللحظة التي أمسك بهم، وهذه الجرعة ستفي بالغرض. قريباً هالهول، قطع السنافر المتحجرة ستتناثر في الغابة. أكون يحتاج إلى الكثير من هذه الأعشاب من أجل حسائه. أجل آمل أنها تستحق العناء. أوجدت أي منها كسلان؟ لا ملاحق، سأرى إن كان بإمكاني أن أسنفر القليل منها هناك. هل سنفرت المزيد كسلان؟ ما زلت أبحث عنها سنفورة، قد يتطلب الأمر بعض الوقت. اسمع هلول، شخير، لابد أنه واحد من تلك الكائنات الصغيرة. ماذا؟ أنت شرشبيل؟ عجباً، أنت سنفور ذكي. النجدة، النجدة، النجدة. استمر في الصراخ كما تشاء أيها البائس، لن يفيدك الصراخ. ماذا فعلت أيها الصغير؟ أوقف الهول، أوقف. أين ذهب؟ أين ذهب؟ لا يمكن لذلك المخادع الصغير أن يختفي، فقط علي أن أعثر عليه. أخرج، أخرج، أينما أنت؟ أظهر نفسك، هل تسمع؟ ماذا فعلت أيها البائس؟ سأحولك إلى حساء. لا، لا. شرشبيل هلهول، لقد تحول إلى حجر. على مهلكم، احذروا الصوت. أيها السنافر، أيها السنافر، تعالوا معنا بسرعة. شرشبيل وهلهول تحولا إلى حجر. حجر، تعالوا معنا سنريكم. هيا غبي لنذهب. هيا غبي، الوقت ليس مناسبا للعب. تحول شرشبيل إلى حجر. تحول شرشبيل إلى حجر. لا أظن أن هذا كان مضحكا أبدا. تحول شرشبيل إلى حجر. ما الذي يجري هنا؟ من الأفضل أن أذهب وأرى. لا أصدق هذا. هذا مضحك جدا. هذا أغرب مشهد رأيته في حياتي. في الواقع إنه الثاني. آخر من يصل إلى رأس شرشبيل يكون الخاسر. حسنا. من الجيد أن هذا قد حصل شرشبيل، لأنني كنت على وشك أن أضربك ضربا مبرحا. هيا. أنت تتباهى قوي. لا لا رسام. رائع، سوف تكون هذه تحفة فنية. تحفة فنية؟ عذرا يا سنافر الصغار. عذرا، عذرا. مرحبا بابا سنفور. حاول شرشبيل أن يحولنا إلى حجارة، ثم سكب ذلك الشيء على نفسه. اهدأوا يا سنافري، هل شرشبيل هو من فعل هذا بنفسه؟ أجل. اتبعوني يا سنافر. إلى أين سنذهب بابا سنفور؟ إلى منزل شرشبيل. إلى منزل شرشبيل؟ لنجد ترياقا. ماذا؟ لنجد ترياقا؟ لماذا بابا
سنفور؟ يريد شرشبيل تدميرنا لأنه يا سنافر الصغار، إذا لم نساعد شرشبيل وهلهول لن نكون أفضل منهما. أوه. أعرف أن هذه التركيبة ستعيد شرشبيل إلى طبيعته الشريرة، لكن جزءا من هذه الصفحة أصبح باليا، أحد المكونات مفقود. حسناً، إذن أظن أنه علينا أن ننسى الأمر برمته. توقفوا يا سنافر، يجب أن نفعل الصواب. لكن بابا سنفور، شرشبيل وهلهول عدوان لنا. ملاحق، ليس علينا أن نحبهما، لكن علينا أن ننقذهما. يوماً ما ستفهمون. تعالوا الآن يا سنافري، ربما أجد المكون المفقود في أحد كتبي. أحضرت لك باقي كتبك من المخزن بابا سنفور. حسناً، ضعها هنا يا غبي. آسف بابا سنفور. حاول أن تكون أكثر حذراً مرة أخرى يا غبي. أجل بابا سنفور، آمل أن أجد ذلك الترياق في مكان ما في هذه الكتب. ماذا ترسم رسام؟ كما ترى إنها أجمل أعمالي يا سيد شاطر. دعني أرى. أنا لا أرى شيئاً. أشعر بالكآبة لأن بابا سنفور يريد إنقاذ شرشبيل. ليس عندي إلهام إطلاقاً. قلت إلهام؟ هذا فظيع جداً. مازح، لم يكن ذلك مضحكاً. لم يعد من شيء مضحك. ظننت أننا أخيراً تخلصنا من شرشبيل، لكن بابا سنفور يريد أن يعيده إلى الحياة. لا تقلق مازح، أنا عندي فكرة. شاطر يبني شيئاً ليحل مكان شرشبيل. من يحتاج إلى ذلك؟ أنا سعيد لأن شرشبيل رحل. هذا سيذكر بابا سنفور كم كانت الأمور سيئة بوجود شرشبيل. أجل، عندها سينسى كل ما يتعلق بمسألة الترياق. جيد، لن يعود هناك وجود لشرشبيل. ملاحق، لا تكن شريراً. أشعر بالأسف تجاه شرشبيل الآن، حتى وإن كان شريراً. سمي صفة جيدة موجودة عند شرشبيل. حسناً، هو إنه رأيتي؟ إنه سيء جداً. إنه جاهز. أين هؤلاء السنافر الصغار القذرون؟ سأجدكم حتى لو كان هذا آخر عمل أقوم به. آفي عنا أيها العجوز الشرير. مستحيل، سأمسك بكم جميعاً. شيء ما لا يسنفر جيداً. شاطر أطفاء، لا يمكنني ذلك، تعطلت المكابح. وجدتها، التركيبة ذات المكون الضائع. آمل أن يجد بابا سنفور علاجا لشرشبيل الحقيقي قريبا، سنكون بأمان أكثر. قد تكون محقا مازح، لقد وجدت المكون الضائع لترياق شرشبيل. العشبة النادرة إحياء الجسد، لا تنمو إلا على الجرف في أعلى الجبل في الغابة. بينما تنظفون هذه الفوضى سيحضر ملاحق بعضها. ربما يجب أن أبقى هنا لمساعدة الآخرين. ملاحق، هل تحضر لي رجاءً تلك العشبة؟ حاضر يا بابا سنفور. هذا تصرف مسنفر غبي، نساعد شرشبيل بعد كل ما فعله بنا من أعمال شريرة. العشبة هذه سوف تعيد شرشبيل إلى الحياة، وعلى الأرجح أنني سأندم على هذا طوال حياتي. النجدة. أعرف أن الوقت تأخر بابا سنفور، لكن ملاحق يصنفر جيداً. هذا صحيح شاطر، لكنني ما زلت قلقاً. إنها عاصفة قوية، من الأفضل أن نبحث عنه. النجدة! إذا لم أرحل من هنا قريباً سأسنفر جداً. لنسنفر إلى الأعلى، كدنا نصل إلى أعلى الجرف. أنا متعب جداً. يبدو أن
أنها النهاية بالنسبة إلي. سأشتاق إلى كل السنافر. من هناك؟ ملاحق، هل هذا أنت؟ بابا سنفور. أوه يا للصنفرة. لا يمكنني أن أشكركم كفاية سنافر، فأنتم لم تنقذوني فحسب، بل أصبحت أعرف قيمة الحياة أيضا، حتى حياة شرشبيل. هذه هي الأعشاب التي تحتاج إليها لصنع الترياق. جيد ملاحق، جيد جدا. يمكننا الآن أن نعيد شرشبيل وهلهول إلى الحياة. إنهما هناك أيها الطائر، اهبط الآن. سنفر بعيدا. أين هو هلهول؟ أين هو ذلك القذر الصغير؟ جرعتي، جرعتي الشريرة القذرة القاسية والرائعة، كيف فعلوا هذا؟ أنا أكرههم، أكره كل سم أزرق صغير على جسدهم القذر. إنهم الأسوأ، إنهم لا يطاقون، إنهم مقززون، إنهم... حسناً يا بابا سنفور، يبدو أن الأمور عادت إلى طبيعتها. أجل ملاحق، هذا ما يبدو عليه الأمر فعلاً. لا 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 لا. أوه، لطالما أردت أن يكون لون باب منزلي زاهياً، هل يعجبك؟ هذا الباب هو الأكثر سنفرة في القرية كلها. أوه، غلت مياه شاي توت السنافر، سأعود حالاً أيها الطفل سنفور، أحسن التصرف. ماذا فعلت؟ عجبا، ماذا أرى أمامي؟ هذا رائع، مذهل، أي عبقري رسم هذه التحفة؟ لقد قام بهذه التحفة الفنية الطفل سنفور. ماذا؟ الطفل سنفور ستصبح رساما كبيرا. لا 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 لا. كم أحب تجول في الغابة. وأخيرا وأخيرا يا هلهول، اقترب النصر. شرشبيل، ما الذي يخطط له يا ترى؟ تذكر هذا اليوم هلهول، تذكره جيدا، لأنه بداية النهاية بالنسبة إلى السنافر التعساء البؤساء الكريهين. أسمع صوت سلاحي الفتاك. قبضت عليك. أنت تشكل عينة جيدة. بعد انتظار طويل لن تفشل خطتي. مسكين شرشبيل، هو لا يستسلم أبدا. أتساءل عما يخطط له الآن. أحسنت، لنرى الآن إن كانت هذه القطعة في مكانها المناسب. غير معقول. لا لا لا، هيا يا صغيري، لكي تصبح رساما كبيرا علينا أن نبدأ تدريبك في الحال. رجاءا كن واقعيا رسام، سيصبح الطفل سنفور مهندسا بارعا لطالما عرفت ذلك. انظر ماذا صنع هذا الصباح. وما هذا؟ في الواقع لست واثقا تماما، لكن واضح أن هذا العمل عمل ميكانيكي بارع. بارع صحيح، لكن الطفل سنفور رسام. رجاء رجاء رجاء، لما كل هذا الشجار؟ سمعت ماما أنشد شعرا حرا، واضح أنك شاعر يا صغير. بل رسام، مهندس، شاعر. هذا المكان مناسب يا هلهول، في النهاية لا أريد أن يحصل الأمر داخل قصري. بحكم طبيعة الحال، جراد كبير. نجحت هلهول، نجحت. يا لي من عبقري. هكذا تكاثري إلى مئات وآلاف وملايين. نجح الأمر هلهول، نجح الأمر. ماذا كنت أقول دوما هلهول؟ إذا دمرنا الغابة ندمر السنافر. تخيلوا أن شرشبيل يعتقد أن حشرة صغيرة يمكنها بشكل ما، لكن بعد تفكير، ما كان هذا الصوت؟ يا للهول، سيدمر الجراد الغابة بأكملها. إذن هذا ما كان يخطط له شرشبيل، علي القيام بشيء قبل فوات الأوان. أسرعوا يا أصدقائي، أنجوا بحياتكم.
علي الوصول إلى القرية بسرعة. هذا مذهل، الجراد يحيط بي، أنا محاصر. يا طفل سنفور، كم تمنيت لو أنه لدي مواهبك. أجل، كم أتمنى هذا. يا لهذه الموسيقى الجميلة! عجباً، الطفل سنفور موسيقي عبقري. ليس أنت أيضاً؟ لما يعتقد الكل أن الطفل سنفور عبقري؟ أعرف العبقرية عندما أسمعها. طبعاً سيلزمك بعض الوقت لتصبح ببراعتي. حاول تقليد هذا العزف. تحتاج إلى الكثير من التمارين، لكنك ستنجح في النهاية. هيا أيها الطفل، حان وقت العودة إلى الهندسة. طبعاً لا، حان وقت العودة إلى الرسم. كلاكما مخطئ، سيصبح الطفل سنفور موسيقياً بارعاً. موسيقي؟ موسيقي؟ أوه، كم أنت مسكين، حان وقت عشائك. إذا لم تتناول الطعام لن تصبح كبيراً أبداً. سنفورة، أعتقد أن دوري قد حان لإطعام الطفل. أوه حسناً، شكراً مفكر. لن أرى سنافري مجدداً. أيها الطائر، شكراً على مجيئك. أسرع الآن، علينا الوصول إلى قرية السنافر قبل الجراد. طفل سنفور، لطالما قلت إن تغذية العقل أفضل من المعدة، لهذا سأعرفك شخصياً إلى المهنة الحقيقية التي يخبئها لك المستقبل. سوف تصبح مفكراً عظيماً. أوه عجباً، سأصبح مفكراً؟ هل يمكنني المراقبة؟ بل أفضل، ستساعدنا. هذا ليس عميقاً، تفضل. أفضل، احمل هذا وهذا. حسناً، هذا ليس سيئاً، وهذا أيضاً. لكن في مكان ما بين كل هذه الكتب، ها قد وجدته، الجزء المطلوب، وهو أقوال سنفور مفكر. كيف ترك بابا سنفور كل هذا الغبار عليه؟ أيها الطفل، ماذا فعلت؟ كيف سيعرف بابا سنفور أي تركيبة تناسب كل قارورة؟ يمكنك أن تسأله بنفسك، ها هو يصل. أو غبي، يجب أن لا تخبر بابا سنفور، لا نريد أن يغضب من الطفل. حسناً، لا أعتقد ذلك، لكن ماذا لو... حسناً، أخرج الطفل وأنا سأصلح الملصقات قبل أن يكتشف بابا سنفور الأمر. الطفل سنفور سيصبح رساماً. ليس الآن يا سنافري، نحن نواجه حالة ميؤوسة منها تهدد حياتنا. سرب كبير من الجراد أوجده شرشبيل بدأ يقترب من القرية، علي في الحال تحضير تعويذة لمنعه. مفكر، أين قارورة نفس التنين؟ أسرع يا مفكر. ها هي بابا سنفور، كما أظن. أسرع يا سنافري، سيلتهم الجراد كل شيء. سيلتهم كل شيء؟ هذه نهاية العالم. أطلق النار. لا، لم تنجح وصفتك العجيبة بابا سنفور. أين الخطأ فيها؟ أنا لا أعرف، مع أنني استخدمت كل المكونات اللازمة. علي المحاولة من جديد، لو أكتشف فقط أين أخطأت سابقاً. بابا سنفور، علي أن أخبرك شيئاً. أنا لا أفهم، كانت المعايير كلها دقيقة. بابا سنفور، رجاءً سامحني. أسامحك، على ما مفكر. لم تنجح التعويذة لأن الطفل سنفور سيصبح مفكر. أنا لا أفهم ما تقول. كنت سأثقف الطفل سنفور بكتبك، لكنه نزع كل الملصقات عن القوارير وأعدت أنا وضعها بشكل خاطئ. لا، هذا يعني أن علي التحقق من كل قارورة، سنتكلم بالأمر لاحقاً. أسرع بابا سنفور، كاد الجراد أن يصل. ليس أمامنا بعض. أنا جاهز بابا سنفور. أطلق النار. نجح الأمر بابا سنفور. لقد قل عددهم كثيراً. مذهل. رحل الجراد كله. مذهل. انظر إلى الأغصان اليابسة هلول، أليس هذا يوماً جميلاً؟ في أي وقت الآن سنلتقي آكلي توت السنافر؟
حيث لم يعد لديهم ما يأكلون أو غابة ليختبئوا ولا أي مكان إلا شبكتي أنا. لما لم أعد أسمع صوت الجراد؟ عدده يقل. هذا من صنع بابا سنفور. هل سأربح يوماً؟ أردت لمرة واحدة أن أيها البائس الخائن ارحل من هنا. هل تسمعني؟ توقف عن ذلك. أو أي أي. شكراً لإنقاذنا من الجراد بابا سنفور. لقد ارتحنا الآن، لكننا حزانة أيضاً بسبب ما حصل لغابتنا. طبعاً أنتم حزانة، لكن الغابة ستتعافى مع موسم المطر التالي. رائع! أجل يا سنافر الصغار، ستعود الغابة خضراء مجدداً عند هطول الأمطار. هذا كل ما يمكنني قوله الآن، لكن هناك شيء لا أستطيع توقعه، وهو الدور الذي سيلعبه الطفل سنفور في هذا العالم مستقبلياً. رسام، طاهٍ، مهندس، من يعلم؟ لذلك علينا أن نصبر فقط، والآن لنحتفل بهذا المطر الرائع برقصة صغيرة. بابا سنفور، أنا آسف على كل الأضرار التي تسببت بها. أنا أسامحك بشرط أن تتعلم أن أحداً ليس بالذكاء الذي يعتقده. أو تعلمت بابا سنفور، لكنك حقاً ترى أن الطفل سنفور سيصبح مفكراً، صحيح؟ لا فكرة لدي عما سيصبح الطفل سنفور عندما يكبر. والآن أسكت قليلاً وارقص. إنه أول طائر مغرد لهذا الربيع، وهذا يعني يا سنافر الصغار أننا اليوم سنحتفل ببداية الربيع في مهرجان الرقص والموسيقى والشعر. شاعر، دورك في المهرجان هو أهم دور على الإطلاق، وكما فعل السنفور الكبير المناك، عليك أن تؤلف قصيدة خاصة بالربيع وتتلوها عند المغيب. اعتمد علي بابا سنفور، ستكون أجمل قصيدة سنفرها أحدهم على الإطلاق. ها هي يا هلهول، أقوى جرعة صنعتها يوماً. أظنني سأدعوها الصمت الجميل. كل ما نحتاج إليه يا هلهول هو ضحية. لقد نجحت، جرعة الصمت نجحت. أوه، سأبحث عن السنافر الثرثارين لأسكتهم إلى الأبد. أول إشارة إلى الربيع هي غناء العصافير البديع، ويتخلص العالم. يا للحظ، مؤسف أن هذه الكلمات ستكون كلماتك الأخيرة. لا يستطيع حتى طلب المساعدة. ماذا؟ أيها الهر الغبي، لقد سمحت للمزعج بالهرب. حسناً، إن كنتم تريدون رأيي. نعم، هذا صحيح. ما الأمر يا شاعر؟ سنفر شيء ما في حلقك، أنا سأساعدك. هل تشعر بتحسن صديقي؟ ماذا يفعل؟ أظنه يحاول أن يخبرنا بشيء. هلهول، شرشبيل. انظر يا مفكر، لا يوجد سوى طريقة واحدة لحل هذه المشكلة. مرحبا يا صديقي الصغير، هل ستنشد لي أغنية؟ أوه عجباً، لم أرى من قبل طائراً مغرداً يعجز عن النطق. بابا سنفور، بابا سنفور، شرشبيل هو من أخفى صوت شاعر. لابد من أنها تعويذة ما. افتح فمك. أكان شرشبيل؟ لعله فعل شيء ذاته بهذا الطائر الصغير. أوه، يا له من مسكين. حسناً يا شاعر، سأبدأ العمل على العلاج. أولاً، يجب أن أعرف نوع التعويذة التي استخدمها شرشبيل. شاعر قصيدته لمهرجان قدوم الربيع. لا تخافوا يا سنافر الصغار، أعرف شخصا قد يساعد شاعر على الكلام حتى من دون صوته. صديقتي المقربة لكون يا جنية الغابة. يتكلم من دون استخدام صوته؟ هذا مستحيل سنفورة. لا يا سنافر الصغار، قريبا ستعرفون أن هذا ممكن تماما.
أرجوك أوصل هذه الرسالة إلى لاكونيا في بستان الأقزام. التكلم من دون صوت؟ يجب أن أرى هذا. عندها قلت: ماذا تظنني؟ مجرد وجه جميل آخر في هذه الدنيا؟ أحسنت يا مغرور. ها أجل، أنت محق. مغرور كم أنت. يا لشاعر المسكين، لابد من أنه يشعر بالعزلة. ها قد وصلت لاكونيا. أهلا بك لاكونيا. كم نحن سعداء بزيارتك. عجبا، أنت أجمل جنية غابة شاهدتها على الإطلاق. لما لا ترد علينا يا بابا سنفور؟ لأن لاكونيا بكماء يا سنافر الأعزاء، لا تستطيع استخدام صوتها. لكنها وجدت طريقة مسنفرة جدا للتواصل مع أصدقائها، إنها تدعى لغة الإشارة. مع لغة الإشارة لن يشعر أي سنفور أصم وأبكم بأنه عاجز عن الحديث. أي شيء يمكنكم سنفرته بواسطة الصوت يمكنكم التعبير عنه بلغة الإشارة. أي شيء؟ حسناً، ما هي إشارة الفراشة؟ ما هي إشارة العصفور؟ ما هي إشارة الهرة؟ كذلك الهر اللئيم هلهول. أجل، إنه يشبه هلهول بكل تأكيد. يا سنافر، إن كلمات كالهرة والطائر مسلية، ولكنكم نسيتم جميعاً أهم كلمة في العالم كله، سنفور. مع بعض الكلمات عليك أن تجد إشارة جديدة للتعبير عن نفسك. أوه لاكونيا، هذه إشارة رائعة لكلمة سنفور. وإذا أردتم الإشارة لاسم سنفور، عليكم التفكير في صفة معينة تجعل من ذلك السنفور فريداً من نوعه. على سبيل المثال، سنفور قوي. هاي، هذه إشارة رائعة لاسمي. أظن أن إيجاد إشارة لاسمي سوف يستغرق وقتاً طويلاً. لاكونيا تقول إن هذا سهل. هذا أنا بكل تأكيد. سنفور أكل. أنا أكره الأسئلة، ولكن ماذا عن الطفل سنفور؟ أجل، حان الوقت لنترجم قصيدة شاعر لمهرجان قدوم الربيع، والآن لنجد مكاناً هادئاً. والآن تذكر يا شاعر، يمكنك أن تعبر عن نفسك بدقة بالغة بواسطة الإشارة. حسناً، أتسمحون لي بالانضمام إليكم؟ لنرم. أمسكت بك. حسناً، ماذا لدينا هنا؟ صديقة للسنافر؟ مدهش، ستخبرينني كيف أصل إلى قريتهم. ترفضين؟ حسناً، لدي طريقة خاصة لإجبارك. في الواقع لدي عدة طرق. مسكينة لاكونيا، علينا أن ننقذها. إذا كنا سننجح بإنقاذ لاكونيا، علينا أن نتمكن من تخطي هلهول. يا لك من طائر شجاع. بسرعة يا شاعر، هيا بنا. حسناً. بما أنني مشعوذ عطوف طيب القلب، أنا شرشبيل سأمنحك القدرة على الكلام. ولترد لي الجميل، أنا واثق من أنك ستخبرينني بموقع قرية السنافر. مقايضة عادلة، أليس كذلك؟ إذن سأجبرك على التكلم. أظنك قريباً ستغيرين رأيك يا صديقتي الصامتة. لكي تنجح التعويذة يجب أن تقال بصوت عالٍ. هذه فرصتنا. شفة السحلية، لسان الدجاجة أيضاً. ماذا؟ سأمسك بكم أيها السنافر المزعجون. تعرف الآن شعور من لا يملك صوتاً يا شرشبيل؟
توقف! إذا أذيتنا يا شرشبيل، لن يبقى أحد لتلاوة التعويذة، ولن تتكلم مجدداً. أطلق سراح لاكونيا، وأنا سوف أتلو التعويذة. جيد، والآن ليتجمع الكل. وأنت أيضاً أيها الطائر الصغير، شفة السحلية، لسان الدجاجة أيضاً، فليتكلم هذا الشاعر مجدداً. إنها تنجح. أيها الطائر الصامت، غرد مجدداً. شفة السحلية، لسان الدجاجة أيضاً، فليتكلم المشعوذ الصامت مجدداً. والآن سأمنحك صوتاً يا لاكونيا. هرة، أين؟ أوه لا، لن تتمكن الآن لاكونيا من التكلم أبداً. لكن أنا سأفعل، والآن إحدى عباراتي المفضلة، أمسك بهم هلول. من هنا أسرعوا. لن تهربوا مني هذه المرة، وسأتأكد من ألا تنطقوا بكلمة لبقية حياتكم التافهة. الإمساك بكم الآن سيكون في غاية السهولة. يمكننا دائما أن نعتمد على فشل خطط الشرشبيل. لاكونيا، لا يمكنني أن أشكرك كفاية لأنك أنقذت حياتي. أتمنى فقط لو تمكننا من إنقاذ التعويذة ومنحك صوتاً. جميعنا نشعر بالأسف لاكونيا. لاكونيا تقول إنه لا داعي للحزن، فهي سعيدة كما هي. فليحيا الشاعر! فليحيا الشاعر! شكراً! شكراً! حسناً، إذن سأتلو الآن قصيدة غبية بلغة السنافر ولغة الإشارة. بست! يا شاعر، لست بحاجة إلى لغة الإشارة، فقد استعدت صوتك. أعرف، لكن السنفر بلغة الإشارة أمر رائع. أول إشارة على قدوم غبية هي غناء العصافير البديع، ويتخلص العالم من كل شيء شنيع. لكن ما من كلمات كافية تعبر عن معاني ابتسامة وافية. بالنسبة إلى سنفور، إنها أغنية من القلب. رائع! رائع!